لكي نفهم الحياة يجب أن نعود إلى البداية لكي نعرف ما هي قصة الحياة على كوكبنا. في هذا العالم الواسع تحمل الأرض الكثير والكثير من الأسرار التي لا تنتهي. حيوانات قديمة تعيش في الخيال، وأساطير اختفت فجأة وكأنها لم تكن. قصص عن مخلوقات تجوب الغابات المظلمة، أو تغوص في أعماق المحيطات، أو تحلق في سماء المجهول. هذه رحلة عبر الزمن لاكتشاف بعض الحيوانات التي انقرضت للأول. هل هي بالفعل أساطير الأرض؟ ولماذا كان هذا الاختفاء؟ أهلا بكم في استوديو لاشين. ولنعرف أسباب اختفاء هذه المخلوقات لنتعرف أولا على ما هو الانقراض. فالانقراض جزء طبيعي من دورة الحياة على الأرض، وكان ذلك على مر العصور. فالكوكب شهد اختفاء الآلاف من المخلوقات، ولكن دعونا نتحدث عن الحيوانات موضوع حلقتنا، حيث تركت وراءها ألغازا وأساطير لا تزال تثير الفضول حتى اليوم. السبب الأول التغيرات البيئية والكوارث الطبيعية التي تطرأ فجأة وتؤدي إلى حدوث حالات ضخمة من التدمير والخراب، كانت سبب مباشر في اختفاء العديد والعديد من المخلوقات. ولكن هذه التغيرات والكوارث هي كانت السبب الأكبر. لتعلم يا صديقي أن العنصر الأكبر في الدمار هو العنصر البشري. ففترة حياة البشر على الأرض كما قال العلماء لا تتعدى 300 ألف سنة، ولكن خلال هذه الفترة تسبب البشر في هلاك وانقراض آلاف المخلوقات الحية التي عاشت على الأرض لملايين السنين. ولنأخذ بعض من هذه الحيوانات التي انقرضت، منها ما انقرض من ملايين السنين بفعل التغيرات البيئية والكوارث الطبيعية، ومنها ما تسبب الإنسان أو العنصر البشري في أنها انقرض. ولنبدأ مع الديناصورات، يطلق عليها أسياد العصر الجوراسي. هذه الكائنات العملاقة حكمت الأرض لعدة ملايين من السنين. يوجد منها العديد من الأنواع والأشكال، من ركس المرعب إلى الديناصورات الطائرة مثل البيتروسور. ولكن فجأة قبل حوالي 65 مليون سنة اختفت هذه المخلوقات بشكل غامض. هناك العديد من النظريات الكثيرة التي تحاول تفسير هذا الحدث، من الكويكبات العملاقة التي اصطدمت بكوكب الأرض إلى النشاط البركاني الشديد، والعديد من النظريات للعلماء. ظن من الواضح أن 65 مليون سنة فكان العنصر البشري غير مؤثر على هذه الكائنات الضخمة بأي شكل من الأشكال. بعد الديناصورات سأعرفكم على رمز الانقراض على يد العنصر البشري، طائر الدودو. هذا الطائر الوديع الذي عاش في جزيرة موريشيوس أصبح رمزا للانقراض. فهذا الطائر لم يستطع الطيران، بل واجه مصيره المحزن بعد وصول البشر إلى هذه الجزيرة. وخلال بضعة عقود اختفى الدودو تماما بسبب الصيد الجائر، بل والقضاء على جميع الموائل. هذا أبسط مثال على تدمير البشر لهذه الحيوانات.
نتعرف على واحد من أكثر الحيوانات إثارة ورعبا في تاريخ الأرض، النمر السيفي المعروف أيضا باسم السيميليو دون. هذا الحيوان يعتبر رمزا للقوة والهيمنة في العصور القديمة. السيميليو دون الذي يعرف أيضا بالنمر السيفي كان يعيش في الأمريكتين خلال فترة العصر البليوستوسيني، والتي انتهت منذ حوالي 10,000 سنة. يتميز هذا الحيوان بأسنانه السيفية الطويلة والمهيبة التي يمكن أن تصل إلى 20 سنتيمتر. كان النمر السيفي من أكبر السونيريات في ذلك الوقت، حيث كان يبلغ وزنه حوالي 300 كيلوغرام. كان يمتلك جسدا قويا وعضلات كبيرة تمكنه من الإمساك بفريسته بسهولة، ولقد اعتمد في صيده على كمائن متقنة مستخدما قوته الهائلة وأسنان السيف الحادة لتمزيق الفريسة. وعلى الرغم من قوته ومهارته في الصيد، انقرض النمر السيفي مع نهاية العصر البليوستوسيني. العلماء يعتقدون أن التغيرات المناخية ونقص الفرائس الكبيرة مثل الماموس الصوفي بالإضافة إلى المنافسة مع البشر الأوائل قد ساهمت في انقراضه. وحيث أن النمر السيفي جزء من تاريخ الحيوانات، فإن التنقيب عن الحفريات كشف الكثير والكثير عن حياته وطبيعته بفضل علم الأحياء القديمة. هذه المخلوقات كانت تعيش في جماعات، مما يدل على تنظيم اجتماعي معقد. واختفاء النمر السيفي يعتبر جزءا من الانقراض الجماعي الذي أثر بالسلب على العديد من الحيوانات القديمة. لقد كان السيميليو دون أو النمر السيفي أسطورة حقيقية من أساطير الأرض، ورغم اختفائه إلا أنه يظل رمزا للقوة والغموض في تاريخ الطبيعة. الماموس الصوفي أو عمالقة الثلوج. الماموس الصوفي هذه الكائنات التي كانت تجوب سبول العصر الجليدي، كانت تتمتع بفراء كثيف وأنياب ضخمة، وكانت مهيئة للبقاء في المناخات الباردة. ولكن مع انتهاء العصر الجليدي وارتفاع درجات الحرارة، بدأت هذه المخلوقات تتلاشى تدريجيا. وحتى الآن لا يزال العلماء يكتشفون بقايا مجمدة للماموس، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استنساخها مرة أخرى. نمر التسماني أو السيليسين. فالسيليسين المعروف بالنمر التسماني كان آخر الثدييات الكبيرة، ولقد عاشت هذه المخلوقات في أستراليا وتسمانيا. وعلى الرغم أنها كانت قادرة على التكيف مع بيئتها، إلا أن الصيد البشري والمنافسة مع الكلاب المنزلية أدت إلى انقراضها في أوائل القرن العشرين. ولكن اليوم هناك تقارير غير مؤكدة عن مشاهدتها مرة أخرى، مما يجعلها واحدة من أعظم الألغاز في عالم الحيوان. الصخرة البحرية ستيلر يطلق عليها عملاق المحيط. فالبقرة البحرية ستيلر، هذا المخلوق الضخم الذي كان يعيش في المياه الباردة في شمال المحيط الهادي، اكتشفها جورج ستيلر في القرن 18، ولكنها لم تستطع الصمود أمام الصيد المكثف من قبل البشر. ولتتخيل صديقي المشاهد، في خلال 27 عام من اكتشافها انقرضت هذه المخلوقات تماما. ماذا يفعل البشر بهذا الكوكب؟ السمكة المدرعة الدانكيلوستيوس. دانكيلوستيوس احد اكبر واقوى الاسماك المدرعة، التي عاشت قبل حوالي 358 مليون سنة. كانت تتمتع بفكين قويين قادرين على سحق أي فريسة على الرغم من قوتها، ولكن انقرضت هذه السمكة الضخمة مع نهاية العصر الديفوني، ولا أحد يعلم لماذا.
حيوان الكوجة وهو نصف حمار ونصف حمار وحشي. الكوجة حيوان فريد من نوعه، فهو يجمع بين ملامح الحمار الوحشي والحمار العادي، وكانت هذه الحيوانات تعيش في جنوب أفريقيا، ولكن أيضا بسبب الصيد المكثف تنافس مع الحيوانات الأخرى اختفت الكوجة تماما بحلول نهاية القرن 19. ولكن هناك أقاويل أن جهود العلماء مستمرة لمحاولة استنساخ هذا الحيوان وإعادته للحياة. الحيوان الأخير الذي سنتحدث عنه هو طائر الموة، أو يطلق عليه عملاق الطيور. فهذا الطائر العملاق الذي كان يعيش في نيوزيلندا كان واحدا من أكبر الطيور التي عاشت على الإطلاق، ولكن مع وصول البشر إلى نيوزيلندا تعرض الموة للصيد الجائر، حيث انقرض تماما في القرن 15، وبقاياه الضخمة تذكرنا بعظمة هذا الطائر وأهميته في النظام البيئي القديم. لو تحدثنا عن الحيوانات فلن ننتهي، ولكن لنعلم أنه على مر التاريخ شكلت هذه الحيوانات جزءا من نسيج الأرض وساهمت في توازنها البيئي. انقراض هذه الحيوانات يذكرنا بأهمية الحفاظ على الأنواع المتبقية وحماية البيئة التي نعيش فيها، فكل حيوان ينقرض يأخذ معه جزءا من تراث هذا الكوكب. وندعو الله أن يحافظ البشر على ما تبقى من هذا الكوكب. أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد، وأشكركم على المشاهدة، وإلى أن نلتقي بكم في الفيديو القادم لكم تحياتي وتحيات استوديو نشيد.